جيل فن عمرنا صلات عرايب مثل. بسم الله الرحمن الرحيم، نتواصل والتواصل مستمر مع الشوط الثالث عشر مخصصة للبكار محليات الأصايل. الشوط الختام ينطلق انطلاقة سليمة هناك لجميع الشعارات وجميع أيضا الأسامي الرنانة المنطلقة في عاصمة الميادين ميدان الوثبة لسباقات الهجن العربية الأصيلة. هناك الصدارة مع الشاهينية لشعار سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم وطارش بن مبارك بالقوبع في عملية التضمير والتدريب والعناية المستمرة. المركز الثاني ثاني المراكز، هناك ايضا التواجد من الشامخة، هنا ايضا شامخة ايضا بأدائها وشامخة بشعارها على ثاني المراكز لسمو الشيخ زايد بن هزاع بن زايد آل نهيان وناجم بن علي القيلاني. هناك من يتواجد في عملية التضمير والتدريب والعناية المستمرة. انتقل مباشرة مع المركز الثالث في هذه اللحظات وثالث المراكز، هناك شاهينية تتواجد وتنطلق على المركز الثالث لشعار سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوب ومحمد بن عبد الله بتبيله، هناك يتواجد في عملية تضميرها والتدريب. بينما المركز الرابع في هذه اللحظات تتدخل الجميلة والملحوظ في هذه اللحظات من الدرعية المملوكة لهجن الرياسة وعلي بن يميل الوهيبي، بينما هناك أيضا تتواجد وناجم بن علي الغيلاني في عملية تضمير والتدريب والعناية المستمرة. المركز الخامس وصول هناك ايضا من الشاهينيه لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم طارش بن مبارك بالقوبع في عمليه تضمير والتدريب والعنايه المستمره. القادمه احلى، الكوره هناك قادمه، الكوره قادمه هنا، الله 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 لهجن الرياسه. وايضا صالح بن سعيد بالعرج المري، هناك من يتواجد في هذا التواجد الجميل، يتواجد في هذا المنافسه، يتواجد في شوط الختام. أعود مع الصدارة مع المركز الأول مع التحديات الجميلة التحديات المميزة. دمعة ما زالت دمعة وما زالت رياسية هنا على الصدارة. الله 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 علي بن يميل الوهيبي، هناك من يسيطر مع هذا الشعار على المركز الأول وثاني المراكز، ولكن الشامخة يبغي لها مراقبة، لديها الكثير والكثير. على المركز الثالث هناك لسمو الشيخ زايد بن هزاع بن زايد آل نهيان وناجم بن علي الغيلاني في عملية التضمير والتدريب والعناية المستمرة. أرى هناك التقدم أيضا، التقدم من سوقه بدأت تتسلل هناك سوقه من مركز تلو مركز المملوكة لهجن الرياسة. مبارك بن أحمد بن مايد الأهيلي المميز قادم هنا أعزائي المشاهدين. الله الله الله، الشاهينية قادمة شعار سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم وطارش بن مبارك بالقوبع يتواجد في عملية تضمير والتدريب. المنصة بانت شوط الختام ختام همسك هنا في هذا الشوط الجميل والمميز. هناك صدارة هذا الشوط مع دمعة ما زالت دمعة ما زال شعار هجن الرياسة على الصدارة والمقدمة مع المركز الأول. سلام يا ظاهر المضمرين من يتواجد على الصدارة مع المركز الأول. المركز الثاني وصلت الدرعية المملوكة لهجن الرياسة علي بن يميل الوهيبي، بينما المركز الثالث وصول من الشامخة هنا في هذه اللحظات. ولكن شوفوا من القادم المنطلق، هناك الشاهينية، المنطلقة الشاهينية في هذه اللحظات. الله 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 الله، الشاهينية شعار سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم طارش بن مبارك بالقوبع في عملية تضمير والتدريب. سوقه هناك المملوكة لهجن الرياسة مبارك بن أحمد بن مايد الهيني، ولكن خلوني مع الصدارة هنا مع المقدمة مع المركز الأول.
الاول يا سلام، سلام رياسي، سلام 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 للرياسه وسلام لعشاق الرياسه، سلام لمشجعي الرياسه هنا اعزائي المشاهدين، وايضا هنا اعزائي المشاهدين الظاهر يتواجد مع مياسه ويتواجد مع دمعه هنا. الله الله الله، في الشوط الاول هنا من يتواجد مع مياسه العود، مياسه العود هنا لشوط المحليات، بينما هنا ايضا شوط المحليات يتواجد مع دمعه، ودمعه العين، دمعه العين طاحت لهذا الشعار الجميل من الفرحه. بينما المركز الثاني الدرعيه هناك لهجن الرياسه وعلي بن ميل الوهيبي، ثالثا هناك صوغه لهجن الرياسه والمميز، رابعا ورابع المراكز هناك ايضا تتواجد الكوره لهجن الرياسه وصالح بن سعيد المري، بينما خامس المراكز هناك التواجد ايضا من الشاهينيه شعار سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم وطارش بن مبارك بالقوبع في عمليه التضمير والتدريب والعنايه المستمره. اعود مع التوقيت الزمني، اعود لحظات الوصول والعبور الى خط النهايه مع المخرج المبدع دائما هناك اسامه الهواري، ايضا يتواجد ابو طلعه بهذه ايضا الطلعات الجميله، الطلعات الملحوظه هنا لحظات الوصول والعبور الى خط النهايه 13 دقيقه 10 ثواني وفاء وتماما وكمالا. بينما المركز الثاني ثاني المراكز هناك وصولا من الدرعيه المملوكه لهجن الرياس علي بن ميل الوهيبي 13 دقيقه 13 ثانيه ما فيها اجزاء وفاء وتماما وكمالا هنا. بينما المركز الثالث من تتواجد في هذه اللحظات ثالث المراكز هناك ايضا صوق المملوكه لهجن الرياسه ومبارك بن احمد